راه داخل شي 3 كيلومتر هذه في لاستاسيون تريتمون هي كانت 3 كيلومتر ولكن من بعد قزموها ل 2 كيلومتر يمكن كلاو كيلومتر ما عرف ما كانت عام حدا الوغ سي مرقلة هذه هي لا بتيت بلاج ديال مرقلة الواد الحار هو هذا البقايا ديالو و ودابا كاين شي قوادس هنا يمكن غادي يجروا داك الواد يديوه لشي جهه اخرى جو نو سي با هاد المنطقه تعرضت للتغيير وراه باقي فيها لي ترافو هانتوما كتشوفوا يعني قوادس كبارين وهنايا اغوش هذيك الطريق راه كنت سبق لي درت واحد لا فيديو عليها ولكن حنا ما غنمشيوش مع الطريق حنا غادي نمشيو مع الطريق الساحليه با ماشي طريق مي ان سونتي واحد الممر ديال المعيز اليوم غادي نكونوا معيز هنا كيجيو الطبقات كتجي الطبقات الشعبيه لهاد لا بلاج يعني الاسر اللي الامكانيات ديالها محدوده وما عندهاش باش تمشي بعيد لي بلاج موين ترونسبور ولا ولكن مرقله معروفه قديمه بلاج كانت مزيانه ولكن الواد الحار هذا الواد اللي وريتكم هو المسمى بواد اليهود علاش تسمى بهذا الاسم ما نعرف اللي كيعرف يفيدنا في التعليق لا الواد واد مسمي واد اليهود ولكن علاش سموه واد اليهود اذا واخد السميه من المقابر ديال اليهود تبارك الله عليك شكرا جاب الله اللي عطانا التعليق ديريكت اذا كان دايز على المقابر ديال اليهود حس على حد قوله دابا راه هو حدا كارفور حدا كارفور كاين تما مقابر ديال اليهود مقابر ديال اليهود كاين تما حدا كارفور لا لا مقابر ديال اليهود يمكن هذوك الاولانيين اما المقبره ديال اليهود المستعمل اللي باقا هي اللي جات في حدا فندق الشجره هذيك عرفتها هي اللي جايه في طلعه ف جات تما في واحد الكوان في الكوان حدا الدروج ديال الميريكان حتى اللي في كارفور حتى هي هذيك حتى كانت تما مقبره ديال اليهود يمكن كان قديم بروبابل الو كاين الدراري صغار هما كيعوموا ذاتس جود و لو سونتي طريق اللي غادي نمشيو معاها هي هذه ويبدو انهم صلحوها شويش انا كنشوف امامنا اخر مره جيت هنايا كنا وجدنا دونك وي وي هذا هو السبب الاصلاح اذا بقى لان ال ما عرفتش واش الجماعه هي اللي مور هذا ولا التجهيز الله اعلم اللي مهم هو ان الا تصلحت الا مشى داك الواد الحار غادي تصبح المنطقه صالحه للسباحه وراه تابع يعني راه واجهه ديال البحر الابيض المتوسط وواحد طويجن ها هو هذا نفكر شي وحدين بالصغر ديالهم اللي كيجيو للبحر ياك بطاطا وطوماطيش وشي سريدنات كي كيجي لدي الطاجين ها السي حسن الجوع ياك عمار طباخين الو هنا غتبدا المنطقه صعيبه شويه شنو غادي نقطع حتى نمشيو حتى غنبدا التسجيل عاود في هذه النقطه هذه يلا توت سويت